فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلادي إذا دخلت عشر ذي الحجة فإن كل بيت يذبح شاة ويدعو الناس للأكل منها على أنها صدقة للأموات، فما حكم هذا العمل؟ لو أخرها إلى يوم العيد صارت أضحية، ذبحها بأول عشر ذي الحجة لا أصل له ولا دليل عليه، لكن يذبحها في اليوم العاشر، يوم الأضحى، عيد الأضحى، لتكون نسكا وعبادة. نعم.